التمثيل الغذائي مما لا شك فيه ان جميع الكائنات الحيه باختلاف انواعها تحتاج الى الطاقه التي تضمن لها استمراريه الحياه والقدره على تنفيذ العمليات الحيويه الخاصه بها وهذه الطاقه يتم توفيرها عبر الغذاء لكن كيف تتم عمليه تحويل الطعام الى طاقه انها عمليه التمثيل الغذائي وهي سلسله من التفاعلات الكيميائيه التي تحدث داخل الخلايا الموجودة في الجسم بالاعتماد على مجموعة الإنزيمات التي تؤدي دوراً فعالاً في نمو الكائنات الحية وتحفيزها على التفاعل مع بيئتها. والآن كيف تتم عملية التمثيل الغذائي؟ بمجرد تناول الطعام وهضمه بواسطة الفم ثم انتقاله إلى المريء بحركة دودية حتى يصل إلى تجويف المعدة يتم احتجاز الطعام لمدة قد تصل الى بضع ساعات لتبدا تفاعلات التمثيل الغذائي حيث تقوم عضلات المعده العرضيه والطوليه اللا اراديه بالانقباض لتحطيم المواد الغذائيه الواصله اليها وتكسيرها الى جزيئات يسهل تحويلها الى طاقه وفي هذه الاثناء تفرز الغدد الموجوده في المعده كلا من حمض الهيدروكلوريك HCl والذي يحافظ على جعل الوسط حمضيا لقتل معظم البكتيريا والميكروبات وانزيم البيبسين الذي يقوم بهضم البروتينات الى بيبتيدات هذا بالاضافه الى الماده المخاطيه التي تسهل مرور الطعام في المعده وتحمي جدار المعده من الحامض المركز وبعد اتمام الهضم المعدي للطعام ترتخي العضله العاصره في نهايه المعده ليمر الطعام الى الامعاء حيث يتم استكمال هضمه الى مكوناته الدقيقه تحت تاثير ثلاث عصارات العصاره البنكرياسيه والتي تعتبر من اقوى العصارات حيث تقوم على هضم الدهون والكربوهيدرات والبروتينات العصاره الصفراء التي يفرزها الكبد وتعمل على هضم الدهون والعصاره المعويه وهي عباره عن سائل تفرزه الامعاء لاستكمال عمليه الهضم الان يكون الطعام قد تحول الى ابسط مكوناته فيتم امتصاصه من خلال الخملات الغذائيه الموجوده على جدار الامعاء الدقيقه والتي تحتوي على تفرعات الاوعيه الدمويه وتفرعات الجهاز الليمفاوي حيث ان الغالبيه العظمى من المواد الممتصه تنتقل عبر الشعيرات الدمويه الى الدم ومنه الى الكبد عبر وريد الباب الكبدي فالقلب حيث يوزعها القلب الى جميع اجزاء الجسم وهذا هو الطريق الدموي بينما ينتقل جزء من المواد الممتصه عبر الليمف ومنه الى الدم الذي يوزعها الى جميع اجزاء الجسم وهذا هو الطريق اللمفاوي